تعالوا بقى نروح كمان للأخبار العالمية. مورينيو على طاولة برشلونة بعد الرحيل عن روما. طبعا عرفنا الفترة اللي فاتت دي الأسبوع ده مشي مورينيو وجي دي روسي وحصل فيلم جديد في روما، يمكن كان خبر متوقع لكن ردود أفعال العالم عليه كانت كتير جدا. روما قرر إقالة مورينيو بعد ما جاب لهم أول بطولة أوروبية في تاريخهم، ودي مش حاجة سهلة وكان المفروض يقدر على ذلك. لكن روما مع مورينيو عمل مباريات كبيرة لكن تعثر في الفترة الأخيرة والنتائج تراجعت، وكمان بعض اللاعبين دخلوا في خلافات مع مورينيو، وهي دي النقطة بالمناسبة اللي يعني ممكن تكون مشيته. روما اضطر انه ينهي عقد مورينيو، ومن وقتها بدأت ردود الأفعال لدرجة ان بشكل فعلي دخل مورينيو حسابات برشلونة بعد تراجع نتائج طبعا تحت تشافي. بس انا اعتقد يعني برشلونة متبنية مشروع تشافي، يعني هم تشافي بالنسبه لهم مشروع وعايزين، لكن لو النتائج بقى الجمهور خلاص بدا يعترض قوي هيبقى طبعا لازم يمشي. بس هم عندهم فكره ان لازم ابنهم ياخد فرصه كامله دي، وعملوا الموضوع ده اكتر من مره، وبالتالي انا اتوقع ان تشافي هيكمل. لكن مورينيو حتى الان لم يعلق ولم يعلن وجهته القادمه، وكمان في كلام عن امكانيه رحيله للدوري السعودي اللي هو شيء متوقع جدا. هنشوف الايام اللي جايه مورينيو هيروح فين. لكن فكره ان روما مشت مورينيو وهو جايب لهم البطوله القاريه الوحيده دي مش عارف دي ازاي، خصوصا ان هو لسه الموسم ده احنا في نص موسم، وطبعا هم جابوا دي روسي كمان لعيب يعني لسه مبطل قريب وبياخد تجربه جديده بالنسبه له. دي كلها حاجات بالنسبه للمتابع روما او لمشجعي روما، هم ماشي في تذبذب في المستوى، لكن روما اصلا في العادي ما كانتش يعني بتاخد الدوري كل سنه. يعني روما من الفرق اللي بتنافس لكن بعيده بقى لها فتره. ان واحد يجيب لك، يبدو ان خلافات مورينيو مع اللعيبه هي اللي ادت لرحيله، والله اعلم. يعني مورينيو ممكن يروح فين؟ ممكن يروح حتت كتير جدا. اعتقد برشلونه جماهيريا مورينيو مش محبوب قوي، خصوصا ان هو كان مدرب خصمهم ريال مدريد، لكن في اوروبا كل شيء وارد. في اوروبا كمان من الحاجات اللي بتحصل مفاجاه يعني ان لعيب زي تشافي يبطل الجمهور متعاطف معاه والاداره متعاطفه معاه، فممكن برضه هو ياخد الدعم كله ويحاولوا يكملوا، خصوصا انه عمل الموسم اللي فات نتائج معقوله بالنسبه لبدايته مع برشلونه يعني. فبالتالي مورينيو فين لسه ما حدش يعرف. وارد يروح الدوري السعودي، وارد جدا. الدوري السعودي دلوقتي مكان لاستقطاب او جاذب لكل مدربين في العالم يعني، فبالتالي وارد.